لشبابنا وللمسلمين جميعا، وأن ندعو بما هو خير، وأن نتحاشى الدعاء بما فيه إثم أو قطيعة. وما أجمل أن يدعو الإنسان في وقت السحر حين يقوم لتناول السحور، ووقت السحر ووقت التجلي يتجلى الله فيه على عباده. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مبتلى فأعافيه؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ فكان صلى الله عليه وسلم في دعائه في استقبال رمضان، وفي دعائه عند الفطر، وفي دعائه في الاعتكاف، وفي دعائه في صلاة التراويح، كل هذا يدعو به ونتعلم منه ونتأسى به صلوات ربي وسلامه عليه، لأن الله تعالى أمرنا أن نتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما أعظم أن ندعو الله بتلاوة القرآن، أن ندعو الله بذكره، وهو الذي يقبل مجالس الذاكرين. وحين ذهبت الملائكة وقالت كنا عند عباد لك يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك، قال ما يسألون الجنة؟ يقول هل رأوا جنتي؟ تقول لا. يقول لها ماذا لو رأوها؟ يقول الملائكة يكونون أشد وأكثر تسبيحا وتحميدا وتمجيدا مما يستعزون من النار. وهل رأوا النار؟ لا. كيف لو رأوها يكونون أكثر تسبيحا؟ ماذا يطلبون؟ يطلبون الجنة. يقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقول واحد إن فيهم فلانا ما حضر ليذكر معهم، ولكنه حضر لحاجة خاصة، لكن حضر مجلسا. فيقول رب العزة أشهدكم أني قد غفرت له ولهم، هم القوم لا يشقى جليسهم. يعني حتى وإن لم يذكر معهم وإن لم يدعوا كما دعوا، لكن ما دام قد جالسهم فيغفر الله لهم.